كانت الوعود بأنه الشركة تكبر. صحيح. هل كبرت؟ سرقت. استثمر في دبي فأنت في أمان، حيث الربح والمستقبل الواعد. شعار دفع من أجله مليارات الدولارات في حملات علاقات عامة منظمة وسنوات من تسويق الاسم الجاذب، لينجح في جذب آلاف المستثمرين ورؤوس الأموال من حول العالم. اليوم كيف تحولت جنة الاستثمار إلى كابوس يطارد أصحاب الحقوق؟ في هذا التحقيق نفتح ملف الاستثمار في دبي، المدينة الإماراتية التي صنفت عام 2014 كخامس المراكز المالية العالمية من حيث الأهمية. عرفت المدينة ولسنوات بجنة الاستثمار في الأرض، لكن الحال اليوم يعكس صورة أخرى. فديون دبي تجاوزت 120 مليار دولار تعجز عن سدادها، ومشاريع كبرى توقفت أو تعطلت. قوائم المستثمرين المتضررين من حول العالم والشكاوى المتزايدة حول الفساد في المدينة تشي بأن السمعة الدولية تخفي خلفها العديد من الشكوك. أثناء بحثنا لفت انتباهنا تقرير صحفي للواشنطن تايمز تحت عنوان حين يضرب الفساد دبي. يسرد التقرير قصة وصفها بأكبر عملية احتيال في تاريخ الشرق الأوسط، والقضية المرتبطة بها والمستمرة منذ 11 عاما. وفق التقرير ضحية هذا الاحتيال كان عمر عايش، مؤسس شركة تعمير، إحدى أكبر الشركات العقارية في ذلك الوقت. دخلت تعمير سوق العقار في دبي عام 2002، وخلال سنوات صنفت الشركة كأسرع الشركات نمواً في منطقة الشرق الأوسط. قدرت قيمة المشاريع الإنشائية التي تباشرها تعمير عام 2007 بأحد عشر مليار دولار، وناهزت مبيعاتها الشهرية 300 مليون دولار. سجل مشروعها برنس ستور في موسوعة جينيس كأطول برج سكني في العالم حينها، وحصل عمر عايش وشركته على جائزة الشيخ محمد بن راشد للتميز. كان ذلك قبل أن تبدأ فصول حكاية معقدة ما زالت مستمرة حتى اليوم. التزم الرجل الصمت لسنوات تجاه ما جرى له. في هذا التحقيق وصلت إلى عمر عايش، رجل الأعمال الكندي من أصول فلسطينية والذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. تعمير كانت تحقق أرباح عالية جداً، حققت نجاح الحقيقة يعني باهر. بالأرقام كم؟ تم تقييم الشركة من خلال بنك الخليج الدولي بخمسة مليار دولار. فإحنا الحقيقة كنا على الإطلاق من أنجح الشركات الموجودة في الإمارات وفي المنطقة. ووصلت مرحلة يعني تعمير من القوة والقدرة الحقيقة أنه تحدد سعر السوق، يعني إذا إحنا طرحنا مشروع السعر اللي إحنا بنحدده هو يعتبر سعر السوق. إذن مع كل هذه النجاحات كيف بدأت المشكلة؟ في عام 2004 في معرض سيتيسكيب، وفي ذلك المعرض مثلت شركة تعمير يعني قصة نجاح كبيرة، بحيث أنه بدأنا إحنا الحقيقة مبيعات في المعرض في الصباح بثلاث بائعين، وانتهينا المغرب بأكثر من 22 بائع، والناس كانت تنتظر ساعات للشراء. طبعا حضر آلاف الناس إلى منصة تعمير في هذا المعرض، من ضمنهم كان أحمد وعبد الله الراجعي، وبدأوا وضعوا هدف حقيقة أمامهم أنه يستحوذوا على حصة في تعمير. وبالفعل يعني خلال شهور، يعني بشهر 4/2005 تحديدا، وقعنا اتفاقية معهم، اشتروا بموجبها 50% من شركة تعمير، وبقينا أنا وياهم لوحدنا في الشركة.
أحمد وعبد الله الراجحي، أبناء مؤسس ومدير مصرف الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم. كان أحمد وعبد الله يديران مع إخوتهما مجموعة الراجحي القابضة. عام 2018 عين أحمد الراجحي وزيراً للعمل في المملكة العربية السعودية، في حين أصبح عبد الله رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي. الخطوة الثانية كانت عندهم، بدأوا الضغط في 2007 لأنه يرفعوا حصتهم إلى 75%، وحاولوا حقيقة بوسائل مختلفة من الترغيب والترهيب أنه لازم تبيعنا كمان 25%، فقبلت وتنازلت وبعت كمان 25%. أنت كنت تملك حصة في آخر الأيام 25%؟ 25% قيمتها 1.25 مليار. وكانت الوعود بأنه الشركة تكبر. صحيح. هل كبرت؟ سرقت. نعم. الحقيقة كان مخطط رهيب، يعني أنا بقيت سنين وأنا أحاول أفهم ما الذي يدور وكيف يعني كيف تتم الأمور، لأنه الشركات، في شركات كانت مملوكة باسمي، الشركات في المنطقة الحرة أنا شريك فيها، وفي شركات باسمه وأسهمي أمانة عنده. طبعا المرحلة الأولى سحب كل السيولة من الشركة، يعني سحب على ما أذكر يمكن حوالي 800 مليون من الشركة سيولة نقدية، بحيث تركها فيها أصول وديون. فأول حاجة سحب السيولة، بعدين بدأ بتحويل الأصول لشركات باسم أشقائه تحت عمليات بيع وهمي بثمن بخس. في هذا التحقيق حصل ما خفي أعظم على وثائق قضية عمر عايش التي كانت حبيسة أدراج المحاكم الإماراتية في دبي ولم تحسم حتى اللحظة. تكشف بالتفاصيل كيفية الاستيلاء على شركة تعمير من قبل أبناء الراجحي في ظل غطاء وتواطؤ من جهات رسمية في الإمارات. شوف مثلاً هاي الشركة من الشركات اللي فيها أصول بمئات الملايين. في اجتماع أو في محضر اجتماع مجلس الإدارة وقعت أنا كعضو مجلس الإدارة، وكانت راح تروح للشركاء للتوقيع، وأنا فيها المدير، وسلمت هاي الأوراق للمحامي بهذا الشكل. فوجئت بعدين أنه أنا تم عزلي من الإدارة وتعيين مدير آخر، ما بعرف كيف. بعد سنوات من التحري لما حصلنا على نسخة من الملف من غرفة التجارة والصناعة، فإذا في تزوير إضافة بند بخط اليد. هذه نفس الورقة؟ نفس الورقة تماما. تم إضافة، وكذلك تعيين الدكتورة شذا الزبيدي مديرا عاما بدل ما السيد عمر عايش، وذلك لظروف خاصة. تم إضافتها تحت أنه أنا أصلا لاحظ التناقض بينها وبين البند اللي قبلها. التأكيد على أن السيد عمر عايش يتولى إدارة الشركة باعتبار المدير الوحيد للشركة لمدة غير محددة وله. وإذا بتشوف بعدين الرخص تغيرت، هاي الرخصة بعد التعديل صارت هي المديرة، والرخصة اللي قبلها هاي الرخصة أنا المدير. بعد هذا التزوير تم اعتماده من قبل دائرة التنمية الاقتصادية ووضعها كمديرة في الرخصة، وهكذا ضاعت الحقوق والأصول ونحن نعاني. مئات الوثائق الحصرية في ملف قضية تعمير وما رافقها من أحداث أخضعناها للبحث الدقيق، كان من بينها هذه الرسالة السرية المرسلة عبر الفاكس من المدير الجديد المعين لشركة تعمير فريدريكو توبر إلى أحمد وعبد الله الراجحي. تذكر الرسالة صراحة أنه لم تجري عمليات بيع حقيقية لأصول تعمير، وإنما تم نقل ملكيتها فقط بعد موافقة الحكومة في دبي، كما تذكر أن الغرض من ذلك هو حماية الشركاء من عمر عايش والمستثمرين بعد إفلاس أبراج تعمير إثر نقل هذه الأصول. الاستيلاء على أصول تعمير وتحويلها لصالح شركات وهمية في دبي كانت نتيجته كارثية. انهارت العديد من المشاريع الكبرى للشركة، وهو ما خلف وراءه مئات المستثمرين من حول العالم ضخوا أموالهم في هذه المشاريع.
الوصول إلى أحد هؤلاء المستثمرين لم يكن يسيراً. رفض معظم من تواصلنا معهم الظهور أمام الكاميرا، لكننا استطعنا الحصول على موافقة أحدهم، والذي استثمر في أحد المشاريع الكبرى وتخلفت الشركة عن تسليمه المشروع. اشترط الرجل إخفاء هويته خوفاً على عائلته كما قال. لماذا قررت أن تشتري وتستثمر في دبي؟ ماذا كان الدافع وراء ذلك؟ شاعت سمعة وقتها أن الاستثمار هناك آمن، ولم أفكر للحظة واحدة أن المشروع لن يكتمل أبداً. وماذا عن يعني الوضع الآن بالنسبة لهذه القضية؟ وضعي حالياً كوضع كثير من الناس. في عام 2011 كان واضحاً أن العمل توقف في الموقع. ذهبت إلى الموقع ولم يكن هناك أحد، وفي النهاية في الحقيقة جاءني اتصال من تعمير. اتصلوا بي في وقت متأخر وقالوا: نحن نعلم من أنت وعليك أن تستمر في تسديد الدفعات المطلوبة منك، وإذا لم تلتزم بذلك فالقانون في دولة الإمارات يقضي بأنك ستسجن 4 سنوات. هذا أمر جدي، عليك أن تستمر في الدفع، مما سبب لي شخصيا الكثير من الضغط النفسي ولأسرتي أيضا. وتكلمت مع محام، ويبدو أن الكثيرين قد تعرضوا لظروف مشابهة لما مررت به، وقد توقفت عن الدفع بسبب توقف العمل في الموقع. لقد فزت بالتحكيم في دائرة حل النزاعات في أبوظبي العاصمة، وتمت المصادقة على الحكم في محكمة دبي. لكن تعمير تحدت هذه الأحكام بشكل مستمر، ولم أحصل على شيء من تعمير حتى التكاليف القانونية التي تكبدتها. حتى الآن لم تأخذ أي مبلغ، أي تعويض، ولا فلس. يعني على سبيل المثال، أول ما بدأت أنا أطالب بحقوقي ورفعت قضايا، بدأوا برفع قضايا جنائية ضدي كنوع من الضغط. لحد الآن هذا أمر طبيعي، لكن الأمر الغير طبيعي أنه استطاعوا من خلال الفساد ترتيب توقيف، يعني سجن إلي بشكل مخالف للقانون، ولحد الآن لم تبدأ القصة. الغريب أنه أنا دخلت على التوقيف بعد نص ساعة، فإذا بدخل لي شخص على التوقيف بيقول لي: أنا جاي لك من طرف الشيخ صقر بن محمد بن زايد آل نهيان. قلت له: خير إن شاء الله، إيش بده الشيخ؟ قال لي: الشيخ بيعرض عليك إنه تعمل تسوية وتسقط القضايا أو تبقى في السجن. سألته: أي قضايا؟ حكى لي: قضايا تعمير. وما علاقة الشيخ بقضايا تعمير؟ قال لي: لا، الشيخ الآن له علاقة. قلت: يا أخي، أنا شركة أنا أسستها ودخل معي الراجح الشريك وفي نزاع بيني وبينه، ما علاقة الشيخ؟ قال لي: لا، أنا مرسل أبلغك أنه الشيخ الآن له علاقة، وعندك هذا الخيار: تسقط القضايا ولا تبقى في السجن. طبعا أنا رفضت هذا الكلام، وتفاجأت أنه حقيقة مثل هذا الأمر ممكن أن يحدث في دبي. الأمر الآخر أنه أنا دخلت في توقيف، يعني وجه آخر مستحيل أن يخطر ببالك أنه هذا الكلام موجود في دبي. أبسط حقوق الإنسان ما كانت موجودة، يعني ما في مكان أنا أجلس عليه في مركز التوقيف. في مركز التوقيف، مركز صغير جدا مكتظ بالناس، في أكثر من 120 شخص في مساحة جدا ضيقة. طيب يا جماعة، بس مكان أنام؟ طيب ما في. نكلم الشرطة، نكلم الحارس، نكلم كذا، يا جماعة طب أنا وين أجلس؟ ما في مكان. فاضطريت أدفع لشخص بنغالي 100 درهم عشان يعطيني الفرشة تبعته أنام عليها في هذاك اليوم، إلى أن فتحت النيابة ثاني يوم وذهبت حقيقة أنا مباشر، أو أصدروا أمر بإطلاق سراحي. بنفس اليوم اتصل فيه مكتب النائب العام، خبرني أنه النائب العام بده يقابلك. فقالوا لي: إحنا ما في أي أمر صدر من عنا بتوقيفك. وقال لي: التلاعب كان بالشرطة، موضوعك عند الفريق ضاحي خلفان. بالفعل قدمت شكوى،
بدأت أتابع هاي الشكوى، والحقيقة ما وصلني أي رد إلى اليوم. إلى اليوم من 2009. ارتباط شخصيات إماراتية نافذة في قضايا المستثمرين في دبي دفعنا للتساؤل عن مدى التدخل الحكومي المباشر في هذه القضايا. وثائق عدة حصلنا عليها تظهر نقل بعض أصول تعمير المنتشرة في مدن إماراتية مختلفة بواسطة الشيخ صقر بن محمد آل نهيان وبموافقة السلطات الإماراتية. من هو الشيخ صقر بن محمد آل نهيان؟ قابلته في حياتك؟ أنا ما قابلته ولا عمري شفته ولا بعرف مين هو ولا بعرف بأي صفة هو بخاطب عن نيابة عن شركة تعمير ولا المكتب الخاص للشيخ. يعني أنا ما بعرف، طيب ماشي المكتب الخاص لما يخاطب بحقوق مستثمرين أجانب استثمروا مليارات، سلطات مباشرة بتنفذ. وبعدين بدأت أسمع من عدة ضحايا حقيقة إنه هذا الشخص استخدمه الراجحي لسرقة الضحايا. وثم فوجئت الحقيقة بعد ذلك بأنه تم استخدامه للاستيلاء ولنقل الأصول بشكل مخالف للقانون. حاولنا التواصل أكثر من مرة مع الوزير أحمد الراجحي وشقيقه عبد الله في محاولة للحصول على رد على اتهامات عمر عايش لهما، لكننا لم نتلقى أي رد منهما. الفساد الذي شاب قضية تعمير والتعامل الحكومي معها كشف وجهاً آخر لإمارة دبي خلافاً للصورة التي تروجها، وهي التي ارتبط اسمها بحاكمها محمد بن راشد، الرجل الذي ذاع صيته عالمياً وأرسى مبادئ لرؤيته. أعاد بن راشد تلخيص مبادئه الثمانية قبل عام ونيف، وأهمها لا أحد فوق القانون وأن العدل ضمان الاستقرار والازدهار. Our vision is we're going ahead and we want to be number one. We are happy, you know. I'm not telling you, you go to around the hotel or shops, you see people happy because they can say what they want and shout loud, whatever, but enjoy themselves, you know, without hurting other people. في دبي بالفساد في قطع روس، ما عندنا نحن يعني فساد. متى ما نعرف عن الفساد يروح فيها الإنسان. لكن كثيرين من حول العالم اليوم يشككون في التطبيق العملي لهذه الرؤية، فأحكام قضائية بالجملة تنتظر التنفيذ، وقضايا أخرى عالقة في المحاكم لسنوات، وتهديد للمستثمرين، وعمليات احتيال بمليارات الدولارات. فأين هذا الواقع من مبادئ بن راشد الثمانية؟ من بين الذين التقيناهم في هذا التحقيق المدعية العامة الأمريكية الفيدرالية سابقاً سيدني باول، التي لها باع طويل في قضايا الفساد الحكومي. اطلعت باول على تفاصيل قضية عمر عايش وضحايا آخرين في دبي. يحب الكثير من الناس أن يقولوا إنه لا يوجد أحد فوق القانون وإن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة. قضية التعمير تعتبر مثالاً على أن المبادئ المطبقة في الإمارات هي ببساطة مجرد طموح أو مزاعم عن حضور تلك المبادئ دون وجود تطبيق فعلي لها. هناك دول يجب أن تشعر بالأمان كي تذهب إليها، ويجب أن تشعر أن استثماراتك ستكون في مأمن ويمكن أن تزدهر فضلاً عن أن تنجح. الاستثمار الآمن في دبي تعرض لهزات كبيرة، خاصة بعد أزمة عام 2008 الشهيرة، حيث شهدت الإمارة انتكاسة اقتصادية دوى صداها عالمياً. تدخلت حينها إمارة أبوظبي ودعمتها بقرض مالي بلغ 10 مليارات دولار أمريكي. في الأزمة الاقتصادية صناديق الاستثمار يعني انتهت كليا، ولا احد يعرف اين ذهبت هذه الصناديق. كل هذه الاموال التي كانت مستثمره في الخارج وهي قد تعد باكثر من 60 مليار، لا احد يحاسب فيها، اين ذهبت هذه الاموال؟ الان حاليا يعني في دوله الامارات ككل وفي تلك الامارتين هناك نقص مثلا في السيوله. اعطيك بعض الارقام في هذه المساله قد تفيد. مثلا الآن تراجعت نسبة السيولة في دولة الإمارات بحدود 17.5%.
هذا رقم هناك مكتف. نعم السيولة الموجودة بين الناس في المصارف في عمليات الإقراض، قدرة هذه الدولة على إمداد هذا السوق بالسيولة للأعمال تراجعت بنسبة 17%، هذه إحصاءات الدولة نفسها. وكالة الائتمان الأمريكية موديس وكذلك يعني عديد من المؤسسات يعني خفضت من تصريفها الائتماني لدبي، يعني هبط من أي إلى بي. النتيجة وهو أنها تقول للمستثمرين حذاري، لا يجب أن تستثمروا في هذا البلد لأن استثمارتكم يمكن أن تكون مفلسة. دعوات التحذير من الاستثمار في دبي لم ترتبط بالوضع الاقتصادي فحسب، بل للسياسة أثرها. فدبي التي وصل دينها المستحق لأبوظبي إلى 20 مليار دولار لم تنجح في سداده، كما لم تنجح في النأي بنفسها عن دور أبوظبي المنخرط في صراعات عدة. الدور السياسي الذي تلعبه دولة الإمارات الآن هو من أكبر المخاطر غير المحسوبة التي يمكن أن يفكر فيها المستثمر. انتقلت دولة الإمارات إلى دور إقليمي لم يكن أحد يحسب حسابه، هي الآن ضليعة في عدد من الدول العربية، في ليبيا، فيما يجري في اليمن، فيما يجري في المنطقة حاليا بين دول الخليج، وفي مسألة الحصار ضد قطر، وكانت تتزعم هذا الأمر. كل هذه مسائل لها علاقة ومهمة جدا في إطار تقييم الاستثمارات في هذا البلد ومستقبل هذا البلد. قبل أزمة 2008 كانت هناك يعني محاولة لعائلة آل مكتوم لربما التحرر شيئا ما من القيود ومن سيطرة أبو ظبي ليس في مصلحتها أن يكون هناك تفوق كبير لدبي. لماذا؟ لأن هناك يعني مهما كان هنا لا يمكن للتلميذ أن يكون بارزا بالنسبة للمعلم. أوعدكم أني أنا ومحمد وإخوانه ما نرضى بالفساد. دايما كان مع تزايد القضايا المرفوعة من مستثمرين من دول عدة في محاكم دبي وخارجها، برزت اتهامات من جهات مختلفة ضد سلطات دبي بتوفير غطاء لعمليات استيلاء على أموال مستثمرين بشكل منظم. قابلت رضا ستيرلينغ وهي مؤسسة منظمة معتقل في دبي والناشطة التي تبنت بعض قضايا ضحايا الاستثمار في الإمارة. هل السبب وراء هذه المعاناة وراء هذه الأزمات أسباب تخص الوضع في الإمارات تحديداً أم أنه مرتبط بالوضع العالمي الذي يعيش أزمات اقتصادية متعددة؟ عندما يستثمر الناس في بلد كالمملكة المتحدة يمكن أن يواجهوا مشاكل اقتصادية ويمكن أن يتعرضوا لأمور يومية قد تؤدي إلى إفلاس استثماراتهم أو خسارات كبيرة لهم، لكن في دولة الإمارات المشكلة تكمن في النظام، فحين يتعرض الاستثمار الأجنبي للإساءة بشكل مستمر حيث ينظر المواطنون للاستثمار الأجنبي على أنه هدية لهم فيستولون على هذه الأموال ويستخدمونها ثم يتهمونهم بارتكاب جرائم. أين الدولة الإماراتية؟ أين أجهزة الدولة في هذه الأزمات وهذه الحالات؟ هل لها أيادي في هذه القضايا؟ نعم بالتأكيد، فالعائلة المالكة تورطت عدة مرات في سرقة استثمارات أجنبية، وهم يقومون بذلك من خلال شركات يملكون حصصاً فيها أو يديرونها كشركة نخيل مثلاً. كل عضو في العائلة المالكة أو صاحب نفوذ في الإمارات يستطيع التأثير في الإجراءات القانونية لصالحه. شركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي، اشتهرت الشركة بتطويرها لجزر جميرة التي ذاع صيتها عالمياً ومشاريع تجارية وسكنية أخرى.
تعثرت نخيل إثر الأزمة المالية عام 2008، ونتيجة لذلك واجهت الشركة عدداً من الدعاوى القضائية بسبب تخلفها عن استكمال مشاريعها الإنشائية، تاركة خلفها آلاف المستثمرين يلاحقون سراب أحلامهم. وثائق حصرية حصلنا عليها تحكي قصصاً لمتضررين كثر لم يتسلموا ما تعاقدوا عليه مع الشركة. البريطاني من أصول باكستانية منصور مالك كان قد اشترى مسكناً من نخيل عام 2008 في مشروع فينيتو ضمن أكبر مشروع أعلن عنه في تلك الفترة، قاصداً الانتقال والعيش في دبي مع عائلته. توالى تأخير تسليم المشروع وتوالى معه ضغط الشركة على منصور لاستكمال الدفعات المترتبة عليه مهددة إياه بالسجن. في عام 2012 مشروع فينيتو على الواجهة البحرية لدبي تم تعليقه تماماً، لا شيء يحدث هناك، كان عبارة عن تراب وصحراء، حتى أننا في أعوام 2010، 2011، 2012 لم يكن مصرحاً لنا بزيارة الموقع، وكنا نقول لهم نحن دفعنا لكم نصف مليون جنيه استرليني، ألا يمكن أن نرى كم أنجزتم من البناء؟ كان هناك رجال أمن ولا تستطيع أن تدخل إلى الموقع، لم يكونوا يريدون أن يعلم أحد ماذا يحدث هناك لأنه لا شيء يحدث فعليا، كان ذلك هو الواقع. فذهبت على مضض لرؤية محامين لأسألهم ماذا علي أن أفعل في هذا الموقف. قالوا لي انتبه، بناء على اتفاق البيع لا يمكنك أن تذهب إلى محكمة دبي، عليك أن تذهب إلى دياك، ودياك هي جزء من المركز المالي العالمي في دبي وهو مركز للتحكيم. فقالوا في الظروف الطبيعية يجب أن تسترد مالك كاملاً من شركة النخيل، ولكن لأنك أيضاً لم تكمل أقساطك بل دفعت فقط 25% وعليك أقساط أخرى مستحقة، وبذلك تكون أنت أيضاً انتفعت من عدم دفعك للفيلا، سنبقي القضية مفتوحة واستمر أنت في دفع الأقساط التي عليك، وعندما تجهز الفيلا تأخذها وتكون قد استفدت بأنك لم تدفع أي دفعات في هذه الفترة بينما حصلت على فيلا في الوقت المحدد. صدمت كيف جاء هذا الحكم من دياك. الآن المضحك في الأمر 5 سنوات تأخير، كما أنهم بنوا فيلا في منتصف الصحراء. هذه صورة من الأقمار الصناعية للواجهة البحرية اليوم. ما تراه هنا صحراء بالكامل، فقد قاموا ببناء بعض الفلل هنا، وهذه النخلة هي حماقة، وكل المجتمع الذي يفترض أن يكون هنا غير موجود. هكذا يفترض أن تكون. لو أنك نظرت إلى هذه الصور، هذا ما باعه لي، وهذه الصورة تعكس الحقيقة الموجودة على الأرض اليوم. اليوم 2019 نخيل تريد مني 9 ملايين درهم بالإضافة إلى الفوائد مقابل فيلا في منتصف الصحراء بلا خدمات ولا شوارع ولا بنية تحتية، كأنهم يبيعون حلما ليس له وجود. شركة نخيل لن يتمكنوا من إتمام هذا المشروع ولا حتى خلال العقدين المقبلين. سعينا لأخذ رد من شركة نخيل حول قضية منصور مالك والقضايا المشابهة، لكننا لم نتلقى أي رد منها. ما هي أصعب الأمثلة التي مرت عليك سيدة رضا؟ هناك قضية حديثة جداً تحدثت عنها في أمريكا، وهي قضية محمد حداد الذي أسس شركة مع شخصية إماراتية بارزة إلى أن وصلت قيمتها إلى 500 مليون جنيه استرليني، وكانت نسبة كل منهما النصف، أي أن حصته وصلت قيمتها إلى 250 مليون جنيه استرليني، فما كان منها إلا أن قامت بمجموعة من الألاعيب القانونية ضده في المحكمة المدنية ومحكمة الجنايات، وحولت المال دون موافقته إلى عضو في العائلة المالكة، أي سرقت منه 250 مليون جنيه استرليني. تم ذلك بطريقة متقنة وبدعم واضح من الحكومة الإماراتية،
المحامي البارز حبيب الملا المدير التنفيذي السابق لمحكمة التحكيم الدولية والمستشار السابق لهيئة تشريع الأسهم في دبي، والذي بشكل واضح هو صديق للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي. لقد ظهر ممثلاً لكلا الطرفين في قضية بالمحكمة من غير توكيل من محمد حداد، فظهر كممثل للشخص المدعي على محمد حداد، وظهر في المحكمة نفسها أكثر من 20 مرة أمام نفس القاضي ممثلاً لمحمد حداد أيضاً. ماذا عن أعداد المتضررين مثل قضية السيد محمد حداد التي كنت تتحدثين عنها؟ هل أعداد الضحايا تعد بالعشرات؟ بالمئات؟ لقد تعاملت على مدى العقد الماضي مع مئات القضايا ذات الطبيعة المشابهة. قضية حداد تم التحدث عنها أكثر لأنها عجيبة، ولكن هناك آخرين في السجون في رأس الخيمة ودبي وأبو ظبي لأسباب مشابهة. تواصلت مع الدكتور محمد الحداد لإجراء مقابلة، لكنه فضل عدم الحديث أو الظهور أمام الكاميرا. الأحلام التي باعتها دبي لم تقتصر على المستثمرين فيها، بل تعدتها إلى استثمارات ارتبطت باسمها في الخارج. هل أصبح العالم يدرك أن الحال الذي كانت تبشر به دبي والإمارات ليس هو الواقع؟ في الإمارات عندما بدأت هذه الأمور تخرج إلى العلن في الإعلام قبل 10 سنوات عن مستثمرين زج بهم في السجون، الناس لم يصدقوا وافترضوا أنه لا دخان بلا نار، وأن من زج بهم في السجون لا شك أنهم مجرمون أو محتالون. أما الآن وقد تكرر هذا الأمر، فقد بدأ الناس ينتبهون ويقلقون من أن هذا المكان ليس كما سوق له. أظن أننا فعلاً بدأنا نرى تغييراً، فقد تكلمنا مع مستثمرين ومستشارين في الاستثمار، وهم ينصحون زبائنهم بعدم المخاطرة بالاستثمار في الإمارات. انتقادات عدة طالت جهاز القضاء في دولة الإمارات على المستوى الدولي، فبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية ما زالت قرارات المحاكم تخضع للمراجعة من قبل القيادة السياسية وتتأثر بالمحسوبية، وكثيراً ما تتباين معاملة السلطات بين المواطنين وغير المواطنين. ويذكر الموقع أن هناك تقارير أخرى كثيرة عن تدخل جهاز أمن الدولة في الشؤون القضائية. حصلنا على نسخة من تقرير خبراء أمريكي لم ينشر بعد، ويؤكد ما ذهبت إليه وزارة الخارجية الأمريكية. يوثق التقرير تفاصيل صادمة حول قضية شركة تعمير التي رفعها عمر عايش على الأخوين الراجح في محاكم دبي قبل 11 عاما، ويصف ما حدث بأنه يندرج تحت جرائم الياقات البيضاء، وهي الجرائم المالية التي يقوم بها أصحاب النفوذ في الدولة مستغلين مكانتهم في السلطة. تواصلت مع بروس كاسينو الذي أشرف على إعداد هذا التقرير. بالنظر إلى طبيعة الحالات التي قمت بتحليلها سيد كازينو، هذه الحالة قصة عمر عايش كيف تقارنها مع الحالات الأخرى؟ هذه من أشرس القضايا التي تعاملت معها خلال عملي في المحاماة لأكثر من 30 عاما في مناطق جرائم أصحاب الياقات البيضاء، وقد سافرت إلى أكثر من 30 دولة ورأيت أكثر أنواع الفساد. هذا صارخ للغاية تتورط فيه المحاكم ويغيب أي جهد من جانب الشرطة لوقفه، كما لا يوجد سجل متطور للغاية، لذلك هو في الواقع حالة شنيعة. سيد كاسينو، هل ترى في هذه القضية أنها نتاج فساد أفراد أم فساد منظومة؟ أعتقد أنه جزء من النظام بصراحة. الآن الحالات الصغيرة قد لا تتضمن هذا النوع من الفساد لأنها لا تتضمن مبالغ ضخمة،
لكن بالنسبة للحالات الكبيرة على الأقل، واضح أن المال يمكنه شراء العدالة، ويمكن للأموال شراء النتيجة في الإمارات العربية المتحدة. هذه سابقة خطيرة للغاية لأي شركة تتطلع للاستثمار هناك. اليوم 11 عاماً من المتابعة في هذه القضية، أين وصلت؟ من الأمور اللي فعلاً كانت بالنسبة لي مفاجئة، خلينا نحكي ضعف النظام القضائي وضعف سلطة القانون. يعني أول 5 سنوات مثلاً هم أنكروا الشراكة من أساسها، قالوا عمر عايش ليس شريك وليس له حقوق. فهون أخذنا حوالي 5 سنوات إلى أن أثبتنا من خلال القضاء أنه أنا شريك. طيب، قدم البيانات المالية، عجزت المحاكم في إجباره على تقديم البيانات المالية، رفض يقدم. رفعت أكثر من 6 أو 7 قضايا، رفض تماما يقدم أي بيانات مالية، ولم تستطيع المحكمة ولا القاضي إجباره على تقديم البيانات المالية. لم تقدم الشركة لاحقا أي بيانات مالية، تكشف هذه الوثيقة التي حصلنا عليها من ملف القضية السبب الحقيقي وراء ذلك. رسالة من المدقق الداخلي لتعمير مرسلة إلى عبد الله الراجحي. تقول الوثيقة نصاً: ينبغي ألا نقوم بالتدقيق الداخلي لحسابات تعمير، حيث لا توجد أي عمليات ليتم مراجعتها. وتشير الوثيقة إلى أن السبب هو وجود قضايا قانونية في المحاكم بين مجموعة الراجح وعمر عايش، وأن أي تدقيق لحسابات الشركة سيؤثر سلباً على مجريات القضية في المحكمة. اللافت والغريب أن المحكمة لم تتخذ أي إجراء قانوني رغم امتلاكها لهذه الوثيقة منذ سنوات، لكنها لجأت إلى تعيين خبراء حسابيين آخرين ليقوموا بتقدير حصة عمر عايش في الشركة. وصل عدد هؤلاء الخبراء إلى 18 خبيراً على مدار عمر هذه القضية. لكن المثير أن أحد الخبراء الذين استعانت بهم المحكمة ويدعى الدكتور رضا الرحمة أصدر تقريراً باستحقاق عمر عايش لمبلغ 1,800,000,000 دولار. تكشف هذه الوثيقة التي حصلنا عليها من محاضر محاكم دبي أن آل رحمة استقال بعد إصدار تقريره على وقع تهديد تعرض له. في التقرير عرجت على موضوع استقالة أحد الخبراء الذين بحثوا في هذه القضية بسبب الضغوط والتهديدات التي تعرض لها من أطراف في هذه القضية. ماذا يعني ذلك في القانون؟ بالتأكيد إنها علامة على فساد حقيقي في النظام القضائي هناك. إذا كان يمكنك إزالة واحدة من خلال التهديدات فلا عدالة، لأن ذلك القاضي قد قدم بالفعل تقريرا لصالح السيد عايش، ولو استمر هذا الأمر لكان قد فاز في القضية، لأن ذلك القاضي قد قدم بالفعل تقريرا لصالح السيد عايش. لا يمكنك السماح لطرف واحد، ولا يمكنك السماح لأي طرف بتهديد الشاهد. لا يمكن السماح بذلك في أي نظام قضائي عادل يريد الظهور بصورة المطبق لحكم القانون. إنه ببساطة سلوك غير مقبول، ويقدم رسالة بأن الأمور على ما يرام، وهذا غير صحيح. كما فهمت في الإمارات هناك مجموعة محددة وصغيرة من الخبراء الذين يعملون كقضاة. هذا لا يصح، وهذا وحده سيجعل من السهل أن يكون النظام فاسداً. يضيق الخناق دولياً على الإمارات العربية المتحدة بما يخص الاستثمار والعدالة. فوفقاً لتقارير دولية، واصلت الإمارات انحدارها في مؤشرات العدالة ومكافحة الفساد ومؤشرات الأداء الاقتصادي على حد سواء، تاركة دبي وسمعتها التي بنتها خلال سنوات طويلة على أعتاب مرحلة جديدة. الإمارات العربية المتحدة ليست وحيدة في هذا العالم، أين دور الحكومات الأخرى؟ أين دور المنظمات المعنية؟ نعم، في الحقيقة رأينا عدم اهتمام من الكثير من الدول الأخرى. أظن أن دبي قد سوقت لنفسها بطريقة مثيرة للإعجاب خلال السنوات العشر الماضية، وسحرت أعين السياح والمستثمرين.
ولكن في الوقت نفسه لديها مثلاً علاقات قوية جداً مع بريطانيا وأمريكا فيما يتعلق بالأمن والاستثمارات والتجارة المتبادلة. لماذا يقومون بدورهم؟ ما هو السبب؟ تكلمت مع سفير في الشرق الأوسط للمملكة المتحدة وقال لي إن الاتفاقيات التجارية قوية جداً وإنهم من أقوى الحلفاء في الشرق الأوسط مما يعرقل اتخاذ أي إجراءات تضر بهذه العلاقة. أمام كل هذه الاتهامات لدبي ومؤسساتها الرسمية سعينا للحصول على رد رسمي. تواصلت مع مكتب الإعلام في حكومة دبي. معك تامر المسحال من قناة الجزيرة أستاذ عمر. مرحبا أستاذ عمر، أرسلنا قبل أسبوع حوالي في تحديداً 25 فبراير رسالة لحضرتك، هل وصلتك؟ والله خليني أشوف لك أخوي بطالع إن شاء الله، بطالع في الموضوع. لم نحصل على رد حتى تاريخ بث هذا التحقيق. أعتقد أن المستثمرين في هذه المرحلة يجب أن يكونوا حذرين بشأن الاستثمار في الإمارات أو أي دولة أخرى لا تفرض بوضوح سيادة القانون ولا توفر نظاماً آمناً وفعالاً للفصل في المنازعات. هل أنت الآن تستطيع الذهاب إلى الإمارات؟ لا. لماذا؟ يعني كيف أشعر بالأمان بعد كل ما تعرضت له؟ يعني أنا كنت أحد المستثمرين اللي يعني مشاريعنا الآن سجلت في جينيس ريكورد وكانت تأتينا العروض من كل دول العالم للاستثمار في هاي الدول، لكن مع الأسف الشديد انتهينا إلى ضحايا بقينا سنين بين الابتزاز والسجن والفساد والتهديد، فمهما كان يعني أكيد مستحيل أرجع إلى هذا. دفعوا أموالهم مقابل الوهم، هذا هو الخيط الذي يجمع ألاف ضحايا الاستثمارات في دبي الذين يتوزعون اليوم حول العالم. سنوات من المطالبة بحقوقهم دون أن تنصفهم العدالة الإماراتية، بل كان المقابل سجناً أو ترهيباً. في وجه كل ذلك ما زالت دبي والإمارات تدافع عن صورتها وسمعتها، لكن الوقائع والوثائق وشهادات الضحايا كشفت عن خطط منظمة للاستيلاء على أموال المستثمرين وأملاكهم، وما خفي أعظم